جيش وصل مناطق بعيدة باتجاهات مختلفة باتجاهات مختلفة ومعارك مدورة، والطيران فوق شغال، أي جنجويد ماشيين على المكان إمداد فزع الجيش داقي، أي جنجويد ماشي يلحق ناسه الجيش داقي، طيران داقي مدفعية شغالة. الليلة كان في درج بأمانة، في قيادات كبيرة كلها انجغمت، قيادات انجغم، اثنين قايدين برتبة عميد انجغم، انجغم انجغم دنيا زايلي، والثاني انجغم، اثنين عمدها الاثنين انجغم، وغير الكرور، الكرور والله بالرم امسك بس املا املا الكرور، كمية بتاعت كرور كبيرة جدا 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 انجغمت. ده بالنسبة للمناطق تحت الجزيرة، وابشرك هتسمع اخبار، وفي ناس عارفين، انا متاكد في ناس عندهم الخبر وموصيين انه ما يتكلموا، انا عارف لانهم متابعيني هم ذاتهم، هم عارفين وكلموني هم ذاتهم، دي مناطقهم عارفين كلامي اللي بقول فيه ده انا كويس، انه الجيش وين الان والحاصل شنو والتقدمات، والدنيا حلوه والدنيا طيبه، وباذن الله تعالى منتصرين، باذن الله تعالى منتصرين، ما في الجنجويد ما عنده وجود معنا ولا عندهم حاجه، ولا حتى الصفحات اللي كانت بتطبل الان ما قادره تطبل، والصفحات اللي كانت بتحبط الان ما عندها حاجه تقولها ليه، والصفحات اللي كانت بتتكلم الان ما عندها حاجه تقنعك بها، الان قاعدين يتفرجوا زيهم وزي اخواتهم، منهم التافه خال الخيابه قاعد ما عنده حاجه وبدا يجر، ونحن عارفين وحنرجع تعمر، وين ترجع تعمر؟ وين ترجع تعمر؟ تعمر شنو؟ انت زيك تاني بعيش في السودان؟ انت زيك بيجي يعيش في السودان تعمر شنو؟ والسلام وتجي وين؟ زول السودان اتغير. احنا انتصرنا. انت بتجي داخل كده تيجي تعيش في السودان وتعمر، تعمر شنو؟ تعمر وين تاني؟ انت عندك دين خيانة عظمى للدولة السودانية. انت كنت بترهب المواطنين بتطلع اشاعات من صفحتك، عندنا بالسابقة. انت كنت بتخدع المواطن بتعمل فزع وخوف للناس، اطلعوا جوكم اطلعوا هناي سقطت فازك، بعد شويه تطلع تقول لا، بعد ما الناس تطلع وتمش وتخاف بعدك تقول لا وتعمل نفسك خلاص صادق، وين ترجع؟ اي خلي في يوغندا دي تدوك غرفه اقعد فيها، عيش باقي حياتك، قدامك بهنا مناع وبهنا حنان وبنخره وبهنا، لكن السودان ده ما عندكم في جهه. احنا انتصرنا انتصرنا. شغل في الجزيره والله شغل تمام التمام. تمام التمام، في شغل في محاور باشي متقدم تقدم كبير جدا جدا. باذن الله تعالى الناس حتسمع الكلام بتاعي ده، حتشوفوا ترجمه في الارض. طيران اشتغل بكميات كبيره الليله في المناطق دي بالذات، من الصباح ما وقف. من الصباح ما وقف ولا ثانيه ما وقف. يعني الوضع ممتاز، بس ما دارين نتكلم كثير عشان ما نخش في المواضيع هناك. مواضيع ما بتتقال ولا نديكم اللي هنا كويسه بهناك، نجي بهنا ونبدا ما شاء الله تبارك الله. ابشرك اتجاه سوق ليبيا، وقسما بالله أنا الباقي بتاع الصالحه وداهم والله ده ما ياخذ له ساعه، بس تنتهي سوق ليبيا ويقفلوا المويله والموضوع انتهى بهنا، ثاني ما في حاجه. الجيش تقدم تقدم كبير جدا جدا اتجاه سوق ليبيا ومبدات، اما مناطق كثيره احنا لما نتامن بهناك بنحس بالامن في كرري بهنا، في الثورات في درمان بنشوف الحاصل، بنعرف انه البلد بهناك تمام، الآن في أمن وأمان بهناك، في تقدم في مبدات، في تقدم كبير جدا جدا جدا، تقدم كبير جدا جدا جدا، يعني مبدات شغل مرتب شغل تمام التمام. تحية لأمن يا جن، أمن يا جن، أمن يا جن أبو طيرة فكاك الحيرة، العمل الخاص شغالين والله العظيم، شارع شارع زقاق زقاق، ما نوريك الجنجويد تاني تلا تخش بين السماء فوق قبلك صاروخ تيجي داخل بالسماء، لكن المناطق دي كلها انتهت خلاص، استلم الجيش ومبدات المناطق دي كلها، وحتى الان قصاد سوق ليبيا باقي له احتمال بسيط بسيط حاجه شعره من سوق ليبيا، والقصه تنتهي به هنا ويمشي للمويلح خلاص انتهت، يكون باقي لنا به هنا الصالحه ام درمان، به هنا امنه ما في اي حاجه، بحري الجيش شغال من المصفى وانت ماشي المناطق دي كلها، القرى دي كلها 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 يمشط فيها للحلفايه وصي، وبيرجع وما قاعد يقعد، بيمشي وبيجي طوالي شغال فيها طوالي، يعني ما مديهم مجال يقعدوا وما مديهم مجال يلفوا وما مديهم مجال، لا جيش شغال فيها ومشى، وبهناك جيش حطاب دخل دردوك ومشط، وتلاقى جيش حطاب وجيش الكدر وتلاقوا الكلام ده كله كان شغال. نبشر
ما في حاجة، وضع ماشي 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 ماشي، خلاص القصة انتهت، ونزلنا ليك فيديو بتاع مناورة بتاعت حرب بتاعت مدن، فيها طيران، فيها مدفعية، فيها قوات خاصة، فيها كل حاجة. دي الخطط النازلة اللي هتطبق. وريناك، نزلنا ليك، قلنا لك يا هند ده بيان بالعمل، نازل خلاص جاهزين، النازل ما عندهم حاجة، المسألة بتاعت وقت، احنا داعمين جيشنا وواقفين مع جيشنا، ولا بنرجع ولا عندنا حاجة، بالعكس مطمئنين وواثقين في جيشنا، وعارفين المعركة انتهت، عارفين المعركة انتهت. الليلة في معارك هناك بيناتهم، المسيرية بيناتهم، المعارك بيناتهم، في بعض ما في حاجة. بابا نوسة ما شاء الله تبارك الله، الفاشر ما شاء الله، الحدود من الطينة للمثلث ما شاء الله تبارك الله، الشغل ماشي، الشغل ماشي، ما في حاجة. عشان انت تخاف، عشان انت ترتبك، عشان انت يقول لك، بالعكس طمأنينة عالية جدا جدا جدا، وضع ممتاز جدا. في ناس تواصلوا معانا قال لنا والله ان احنا وين ودارين هناك، وريناهم قلنا لهم نصبر لكم يومين ثلاثة أربع يوم بالكثير عشان نقول لكم نرجعوا المناطق اللي انتم راجعينها. تواصلوا معانا لو في حاجة بتخوف، ولا الناس دي عندهم قوة، الناس دي الآن خلاص جلح عرف مصيره، احتمال الليلة بكرة بعد بكرة جلحة لو عاقل بيمشي يسلم نفسه، انا لو مكان جلحة بسوق القوة بتاعتي بيمشي يسلم نفسي، هو اساسا ما عنده حاجة كثيرة، لكن يمشي يسلم نفسه، لانه الناس سوق ناسك وسوق جماعتك وامشي بلدك، ولاقي الجيش سلمه وسلم نفسك افضل لك، افضل لك بدل تمشي دار الاخره وانت توب، لانه ديل خلاص قنعوا منك، كرتك حرك، قالوا جايبينك باليوميه، حتى ناسنا ناس فرحات ود العمده يضحكوا بإحنا، جنودنا ذاتهم سمعوا الخبر يضحكوا جوا في الميدان، يضحكوا استهتروا ذاته، قال لك انت باليوم انت زول اجير باليوميه، قال لك طلعت فلنقاي ساي ناجرينك، قام يسلم احسن لك سلم. المعركه يا جماعه خلصانه، قدر ما تقدر تعرف انك انت انتصرت، بتلقى 500 شاهد انك انتصرت و500 دليل انك انت انتصرت. اشاعه ما بيقدروا، بيقول لك والله عمل السويسرا ويناي ما قدروا، قال لك بهين البرهان وقف البواخر بتاعت ايران وما دار داخلها ما قدروا، قال لك به اي اشاعه مكسره. هنقول لك شنو؟ ما في حاجه. الآن الدنيا حلوة والوضع كويس والجيش ما شاء الله معنويات عالية، الآن إحنا حارسين حاجة واحدة عشان أنت تكون شاهد وربنا شاهد، حارسين في كل جام، إحنا ما ناسين الحسين، إحنا مع الحسين حارسين، دارين نشوفه بتين في كل جام، أصله إحنا قاعدين حارسين عشان نوريك بعدين ونشوف بعدين. فانا لو مكان الحسين والله ما عندي حاجه، ما عندك حاجه، الدنيا كلها وسالنا الضباط وسالنا الجنود وسالنا العسكر والناس، واي زول سالنا عندكم حاجه ناقصه؟ قالوا ما عندنا، في اناي عندنا بالليين يكفينا، في حاجه والله جاهزين كلنا، في زول خايف فيكم ما دار والله ساكتين ودارين